السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة طبخ ليلى. وصفتنا ديال اليوم ان شاء الله غادي تكون عبارة على وجبة عشاء سهلة وسريعة كتحضر في 20 دقيقة. غادي نحضرها لكم في كوكوط غراتان بالبطاطا والبيض في الكوكوط. كيف كتشوفوا هانتوما راه كتجي لذيذة بزاف، ها هو الشكل ديالها. انا حطيت شوية في الطبصيل باش نوريكم الشكل ديالها كيف كتجي، وكتجي طيبة مزيان. المهم بلا ما نطول عليكم خليكم تتابعوا معي المكونات مع طريقة التحضير. غادي نبداو على بركه الله بالمكونات ديال هاد وجبه العشاء اللي بسيطه، مكونات بسيط كيف كتشوفوا معايا، والاهم انها لذيذه بزاف. هنا عندي 4 ديال البطاطات، بالنسبه للكميه كتبقى على حسب يعني عدد الافراد الاسره ديالكم. هنا عندي 4 ديال البطاطات من الحجم المتوسط، عندي جوج مطيشات متوسطين، طبيعة الحال غادي نحتاج شويه الملحه. عندي هنا غادي ندير ما بين 5 البيضات حتى ل 6، المهم غادي نشوف شحال غادي ندير. عندي زيت الزيتون، شويه ديال الزعتر اللي مطحون، شويه ديال الكمون والبزار. غادي نحتاج واحد المعلقه صغيره ديال الزبده، شويه ديال الفرماج احمر، جوج فصوص ديال الثومه، واحد معلقه صغيره ديال مركز الطماطم، وشويه الماء باش غادي نمرق هاد البطاطا هذه. المهم دابا خليكم معايا باش تشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها غادي نقطع البطاطا كيف غادي نشوفوا معايا. هنا البطاطا راه غسلتها، غادي نقطعها بحال هكا، نديرها بحال هكا ونقطعها بهذه الطريقه، ما نديروهاش ما تكونش غليظه بزاف وما تكونش رقيقه بزاف باش ما تاخذش لينا الطياب بزاف. ها نتوما كيف كتشوفوا معايا، هنا خديت كوكوط، غادي نطيب الوجبه ديالي في الكوكوط. غادي نشعل العافيه، غادي ندير فيها زيت الزيتون، تنكثروا شويه ديال الزيت، نديروا تقريبا واحد 4 المعالق كبار. غادي ندير معلقه صغيره ديال الزبده، غادي نخليه حتى كيسخن الزيت وتذوب الزبده ونرجع معاكم. هانتوما راه ذابت الزبده، دابا غادي نحط فيها البطاطا. بسم الله، انا كثرت شويه البطاطا، نتوما كديروا على حساب يعني شحال بغيتو نتوما. صافي دابا غادي نحرك واحد جوج دقائق تقريبا على ما تشرب البطاطا تشرب هذيك الزيت والزبده، العافيه تكون مهيله، ماشي مهيله بزاف، ما بين متوسطه ومهيله. ها نتوما فهاد الوقيته غادي ندوز نقطع مطيشه، نقطعها طريفات صغيورين. غادي نخليها بالزريعه ديالها، اصلا راه غادي تذوب كامله، غادي تذوب. كيف كتشوفوا معايا هاد المطيشه راه ماشي كبيره، صغير ورين المطيشات باش ما تجيكمش حامضه بزاف. غادي نحك عليها واحد جوج فصوص الثومه، نسيت ما ذكرتهمش ليكم،
ممكن ديروا اللي ما عندكمش الا عندكم سميتها بودره الثومه ممكن حتى هي ديروها كتجي بنينه. تقريبا خليتها تتقلى واحد 3 ديال الدقائق كيف كتشوفوا معايا، حتى هذيك البطاطا بحال ولات تبان شفافه بهذاك الزيت اللي تقلات فيه. ها نتوما دابا غادي نضيف المطيشه اللي قطعتها. بسم الله. البنات اللي كيطبقوا الوصفات ديالي تيقول لك ما عرفناش فين نحطوا لك التصاور، حطوهم ليا في الانستغرام، عطاوهم ليا في الرسائل الخاصه، صيفطوهم ليا وكنحط التطبيقات ديالكم في ستوري ديال الانستغرام. غادي نزيد الانستغرام ديالي هو طبخ ليلى نفس الاسم، لا في الفيسبوك ولا في الانستغرام. هنا زدت معايا صغيره ديال مركز الطماطم، هاد العشيوه راه خفيفه وسهله دغيا كتوجد، يعني ثلث ساعه كتوجد كامله اولا نص ساعه كاع الا كثرتو نص ساعه. دابا غادي نزيد التوابل، غادي نزيد الكمون. حيدي سجم الضو. تقريبا نص معلقه صغيره ديال الكمون. هنا البزار حتى هو شي نص معلقه صغيره ديال البزار، كتبغي تكون شويه حاره بالبزار. بالنسبه للزعتر غادي نخليه حتى الاخير، غادي نخلط. دابا بقى لي غير البيض، الملح ما درتهاش. تقريبا نص معلقه صغيره ديال الملحه، صافي. دابا بقى لي غير البيض وسميتو البيض والزعتر والفرماج حمر، صافي هادشي اللي بقى وربع. صافي هادشي اللي بقى دابا غادي نخلط مزيان. شفتوا راه ساهله، غير جربوها البنات. دابا غادي نزيد واحد كاس ديال الماء فاش غادي طيب هاد البطاطا. ها نتوما ما كنغطيش عليها، يعني نص ديال البطاطا تقريبا ما نكثروش، وغادي نسد عليها واحد 10 دقائق صافي ونرجع معكم ان شاء الله. لم تنشف البطاطا من الماء ديالها حيت صافي راه حليتها، فاتت 10 دقائق حليتها، بقيت باقي فيها شويه ديال الماء زايد، غادي نخليها غير تنشف. هنا غادي ندوز نوجد البيض، عندي هنا واحد جوج معالق كبار ديال عجده سائله، ممكن تعوضوها غير بالحليب. غادي نهرس عليها 5 ديال البيضات. بسم الله، 5 راه كافيين حيت راه كبار هذا البيض ماشي صغير. ما غاديش نزيد عليا الملحه حيت راه الملحه درتها كثيره مع البطاطا. غادي نطرب شويه الخليط ديالي، شويه ماشي بزاف، نخليو شويه ديال الصفر يبان. ها نتوما صافي، هانتوما بالنسبه للبطاطا راه مابقاش فيها بزاف الماء، غير شويه غادي نخليها حتى تشرب، يبقى غير واحد شويه صافي. دابا من بعد ما نشفات البطاطا كيف كتشوفوا معايا، هانتوما خلينا غير واحد المريقه خاطره. غادي نلوح على البيض. بسم الله، نوزعو بشكل متساوي. غادي نضيف شويه ديال القزبر ومعدنوس. وغادي نحك شويه الفرماج حمر، تنشعل لكم نتوما كديروا الكميه اللي بغيتوا، انا غادي نكثر واحد شويه الفرماج، كتجي بنينه بالفرماج حمر.
صافي صافي. دابا غادي نعاود نسد على واحد جوج دقائق حتى لخمسه دقائق، يعني ماشي بزاف، غير على ما يطيب لينا البيض ونطفي عليها. العافيه تكون مهيله دائما، العافيه مهيله. صافي هي من بعد ما طابت راني سديت عليها، من بعد ما داز واحد جوج دقائق حليت عليها وكيبان لي واحد شويه ديال البيض باقي اخضر شويه، كندير لها بحال هكا باش يدوز البيض، يعني كنحلها بحال هكا باش يدوز البيض لداخل ويطيب. صافي دابا راها طابت، غادي نوريكم الشكل النهائي ديالها. ها هي من بعد ما طابت كيف كتشوفوا راه كتجي مجموعه وناشفه. غادي نحط لكم شويه تشوفوها كيف كتجي. هانتوما داك الفرماج كيجي كيلصع، كتجي لذيذه بزاف وسهله. هو الشكل ديال الكراتان ديالنا. كنتمنى هاد الوصفه هادي تنال اعجابكم وتجربوها. ما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد. خليكم منطلقه وان شاء الله فيديو جديد مع وصفه جديده باذن الله.